ألو، السلام عليكم. وعليك السلام، تفضل. تليفون المعممين. كيف حالك يا وليد؟ والله بخير حال الحمد لله. عفوا يا شيخ وليد، أكلمك على رقم الشيعة، عفوا اعذرني. تفضل. بقول لك يا شيخ وليد، ممكن بس توضح قالت خالد قتل خالد ابن الوليد لمالك بن نويرة خطاب زوجته يوم الذي قتله فيه، وقطع رأسه وحطها ووضعها في النار. يعني أنا نفسي أفهم، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هي المرأة إن كانت مسلمة كما يدعي الشيعة، تمام، اللي أثار جدال حواليها الشيعة. فإحنا خلينا نفكر شوية، يعني بالله عليكم، واحد مسلم، واحد مسلم تمام، هياخد واحدة مسلمة ويقتل جوزها عشان ينفرد بيها؟ طب هي ملهاش لا، عدة؟ هو يعني هي ملهاش عدة؟ بسبب طب هو المسلم ده ما عرفش هو مين ليها عدة؟ كما يقول بعض علماء الشيعة والمعممين، يقولون انه يعني قتل مالك بن نويرة من اجل الذكاء. يعني واحد عيقتل واحد، يعني هياخد الجيش ويروح يقتل مالك بن نوير عشان ياخد مراته؟ كلام يعني ما يعقلش. هو يعني اغتصب مراته. سيدنا خالد هيحرك جيش جرار عشان يروح الملك ابن نويرة عشان يقتله عشان ياخد مراته؟ لا، هو ما اخدش طب جيش ماشي، ولا راح خلينا الملك ماشيين مع من الشيعة شوية، هم قالوا ان مالك ابن نويرة، لم يعطي الزكاة لأبي بكر الصديق لأنه ليس هو الإمام، وأنه غير مستحق للزكاة، وأن المستحق للزكاة هو من؟ علي بن أبي طالب. إذن تمام مالك بن نويرة مسلم، وقبيلة مالك تمام بن نويرة مسلمة، صحيح؟ تمام صحيح. تمام وعندهم إن علي بن أبي طالب كان محتاج 40 راجل عشان يحارب أبو بكر وعمر. لو ضفنا مالك بن نويرة تمام على القبيلة بتاعته هيعملوا بتاع حوالي 250 أو 350. لماذا علي بن أبي طالب لم يدافع عن مالك بن نويرة، ولم يقف مع مالك بن نويرة، ولم يتخذ من قبيلة مالك بن نويرة رجال لكي يحارب أبو بكر الصديق؟ بلاش يحارب أبو بكر الصديق، لماذا لم يقف مع الحق الذي مع مالك بن نويرة؟ لماذا خذل مالك بن نويرة؟ لماذا لم يدافع عن زوجة مالك بن نويرة؟ لماذا لم يدافع عن مالك أنت بن وضح نويرة؟ لي لماذا لم يدافع عن بعد إذنك المسلمين؟ يا شيخ وليد، وضح لي بس بعد إذنك، لماذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة؟ لماذا؟ ما هو يا ابني ايه القصة كلها؟ ان خالد بن ان مالك بن نويرة منع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نؤديها الى محمد ومحمد قد مات، حتى ما كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابو بكر تمام. طب نفترض الصديق والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه، لو منعوني شيء او عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. فحرك أبو بكر الصديق خالد بن الوليد حتى ذهب إليه. طب لماذا قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة بهذه الوحشية، وقطع رأسه ووضعها في النار؟ أولا مسألة إن هو قتل بوحشية ووضعها في النار، دي الرواية نفسها عايزة، يعني عايزة تتوثق أساسا، في كتير من العلماء ما وثقوها، خلاص. أما قتل الملك بن نويرة لأنه منع الزكاة، يعني منع واجب من واجبات الإسلام، بيقول منع الواجب من واجبات الإسلام ده رد عن الإسلام. طب ممكن توضح لي دليل يا شيخ وليد يثبت أن خالد بن الوليد لم يزني بامرأة مالك بن نويرة؟ أنا هقول لك، مفيش 4 شهود. حلوة دي، بوم لا، أنا كبيرة دي، عاوز حديث. لا، أنا عاوز حديث. بوم كبيرة اهي، تكفيك وتكفي بلد كمان. على فكرة أنا سني والله، بس ما أنا عارف في إن أنت سني، إشكالية بس بينه سؤالك غريب، يعني إزاي هنجيب لك، يعني مين اللي قال إن ده بإذن الله؟ إلا بقى لو كان هو دخل معاه غرفة
وزنى بيها جوه، والصحابه كانوا قاعدين بقى عمالين يتفرجوا عليه وهو بيزني. طيب يا شيخ وليد، شكرا شكرا. العفو. نعم شكرا. العفو.